وصفتنا تاع دركا راح تكون وصفه تاع الدجاج بالروز. صح، الدجاج راح يكون عباره عن بروشيت، راح يكون مكين بشكل جميل، والروز تاعنا تاني راح يجي بنين بغير الشكل. واكيد راح نستعمل لي برودوي تاعي مولينكس. مولينكس يا جماعه، سي فري كو سي ان بونور دتر ايكيبي و سور ايكيبي افيك لي برودوي. سيدير تبغي تطحني عندك باش تطحني، تبغي طيبي عندك باش طيبي. دوكا راح نبداو بالوصفه تاعنا. راح نبداو بالدجاج. الدجاج راح نطحنو، عندي هنا صدور دجاج، الله، عندي هنا صدور دجاج، عندي هنا مزيج من الفلفل والبصل كانوا مطحونين وعصرتهم الماء نتاعهم، الماء نتاعهم راه هنا. هذيك الصلصه نحتاجوها يعني كي تطحنوا نعرفوا باللي البصل والفلفل يطلقوا الماء. داكو، دوك نطحنهم مليح مليح ومن بعد نريكوبير الماء نتاعهم. بسم الله، نقطع قطع هذا الشكل ونحط في لوغوبو. فوالا، راح نطحن الدجاج تاعي. فوالا، نضيف للدجاج المزيج نتاع البصل والفلفل اللي كنت طحنته وكنت قطرته من الماء نتاعو. نضيف له معدنوس وقصبر، نضيف له قصبر غبرة، نضيف له بودرة الثوم، نضيف له راح نضيف الملح فلفل أسود والبابريكا. voilà، أوب، ملح، voilà، فلفل أسود. Et paprika. Voilà. On a un petit peu de temps. Voilà. Et on a un petit اولا اجا الريحة تاعه ما شاء الله. الو، هنا واش ندير؟ نريكوبيري اللحم تاعي. فوالا، راه منكه بشكل رهيب. هذا ممكن ديريه بروشيت كيما راح نديروه اليوم، كيما ممكن ديريه كفته تشويها يجي توب. فوالا، نخليه على جنب، من بعد راح نديروه بروشيت ونديروه في لو بتي غريل نتاعنا. فوالا، نريكوبيريو كلش ونخليه على جنب. هذه ممكن ديريها من قبل باش تتشرب كل النكهات. نروح دروك نخدمو الروز نتاعنا. باش نتفاهموا يا جماعه، انه هاد الوصفه نتاع الروز ممكن ديريها في القدر نتاعك، في لاماماي نتاعك عادي. يعني انا غير باش نوريكم الكوكيو باسكو لي فريمون جينيال اي كونترول لا سي مانيفيك. الوغ داكور، انتي نورمالمون tu dois le laisser préchauffer، لازم يسخن قبل ما ديريه. هنا واش راح ندير؟ راح ندير الزيت. فوالا، كميه من الزيت. وراح ندير البهارات. هنا عندي كميه معتبره من البهارات، عندي حبيبات الهيل، عندي لومي، هذا نوع من البهارات نستخدمه بزاف في الشرق الاوسط، يعيطوا له الليمون الاسود ويعطي النشابه. صبته هنا عند عشاب نتفكر اسمه، المهم مرشي مشي بعيد منه. ندير القرفه، ندير نجمه الارض، ندير الرند، وريقات رند، ندير جورقات. سي بون، بدا يسخن لانه كدرته بلا يسخن. هنا نخلو البهارات يتقلو واحد دقيقه دقيقتين، من بعد ندير البصله. داكو، ندير كذلك الفلفل الاحمر، عندي طماطم مبشوره ولا مقطعه قطع دق. عندي هنايا سبع بهارات، عندي هنا سبع بهارات نصيبوها. عندي هنايا ثاني هذا الحار، انا حبه حار. عندي الثوم وعندي الروز وعندي المعدنوس. فوالا،
البهارات دائما على الطريقه الهنديه يتقلوا من قبل باش يعطوا البنه نتاعهم. هنا